السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كديرة البنات كنتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بألف خير مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي في القناة فإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالي ما تنسوش أنكم تدعموني وكذلك تديروا لايك للفيديو إلى عجبكم وتفعلوا زر الجرس إن شاء الله باش أي حاجة حطيتها عندي في القناة توصلكم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه ان شاء الله وصفه قديمه صراحه كانوا كيستعملوها جداتنا والامهات ديالنا يعني اللي اللي سيدات اللي ما ولدوش عندهم تاخر ديال الحمل فهاد الوصفه ان شاء الله رائعه للسيدات اللي عندهم المشكل ديال البروده القديمه في الرحم وفي نفس الوقت هاد الوصفه هذه راه رائعه لتكبير البويضه يعني تكبير حجم البويضه وفي نفس الوقت لتنشيط الرحم يعني وصفه متكامله ان شاء الله وغادي تنفع قعد يعني السيدات اللي عندهم المشكل ديال تاخر ديال الحمل فكما كنعرفوا ان التمر يعني له واحد الفوائد رائعه للجسم يعني للجسم ديالنا وكذلك مغذيه وحب الرشاد فالمعروف عليه أنه سخون يعني سخون فهو كيحيد لنا البرودة ديال الرحم فأي وحدة عندها البرودة ولا كتشتكي من البرودة ديال الرحم فاستعمل حب الرشاد لأنه رائع 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 البنات اما بالنسبه للفوائد ديال التمر راه رائعه وكذلك عندي هنا الثوم يعني من احسن الناس انكم ديروا الثوم الاحمر لان الثوم الاحمر الفوائد ديالو رائعه لتنشيط الرحم فالثوم هو هذا على هذا الشكل هذا يعني غادي ناخذ تقريبا واحد خمس فصوم ديال الثوم او خمس رؤوس ديال الثوم هما اللي غادي نستعمل في هذه هاد الوصفه هذه ان شاء الله هنا من بعد يعني نزيد داك الثوم نقيسو يعني نقيس واحد خمسة ديال الرؤوس ديال التوم يعني هما اللي غادي نحتاج وكذلك خمسة ديال 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 التمرات غادي ناخذ تمره غادي نحيد ليها العلف او النواس ديالها وغادي نعمرها بواحد الراس يعني بالثومه وكذلك غادي ندير فيها تقريبا واحد نصف ملعقه ديال حب الرشاد ومن بعد ان شاء الله نحاول انني نسدها يعني نحاول شويه نسدها ونديرها في واحد الكسكاس حيت مازال ان شاء الله غادي ان حيت مازال ان شاء الله غادي أن... غادي نديرهم ي... يعني يتفوروا لينا آه كما كيبان لكم دابا حاولت انني نسدها وغادي نحطها في واحد الكسكاس ونهز يعني الحبه الاخرى نعمرها يعني ندير فيها الثوم تو... وندير فيها حب الرشاد ونحطها كذلك حتى نكمل تقريبا كاع هذوك خمسه ديال الحبات اللي عندي ديال التمر وغادي نديرهم يتفوروا نحيد ليها النواه ديالها كما كيب كيبان لكم فالبنات هذه هاد الوصفه هذه راه رائعه للسيدات اللي عندهم هذيك البروده القديمه في الرحم يعني ما كانوش في ال... يعني من وحده وحده منين كتزوج باش كتعرف يعني انها عندها البروده وهذا ف هذيك البروده فكاينه اللي كتمنعنيها كذلك الحمل فحب الرشاد راه سخون ورائع البنات هذا على الرحم فهو كينشط كي لنا الرحم وفي نفس الوقت كينقيه كي يعني كاع هذوك الدورات يعني الدورات يعني الا بقات عندك شي دم من الدورات فحب الرشاد الدور ديالو انه كيهبطو فما تيبقاش عندك شي حاجه يعني كينقي لك الرحم يعني باش كيهيئك ان شاء الله للحمل وفي نفس الوقت يعني كيكبر لنا حجم البويضه باش يعطيها الحجم ديالها ان شاء الله للحم يعني بصفه عامه حب الرشاد راه رائع 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 البنات دابا كما شفتوني يعني كملتهم تقريبا هذوك خمسه ديال الحبات غادي نديرهم في كسكس ونديرهم يتفوروا المهم نخليهم يتفوروا حتى كتبان لنا داك التمر وديك التومة تقريبا يعني طابوا لينا ومن بعد ان شاء الله غادي نبقى ناخذ يعني حبه كل نهار ناخذ حبه يعني من اليوم الثاني ناخذ حبه اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس من الدوره الشهريه ان شاء الله راه رائعه رائعه البنات بالنسبه للسيدات يعني اللي كيطلع لهم الطونسيو اللي عندهم الطونسيو كيطلع بزاف آه يعني يحاولوا يعني اللي بغيت نقول لي عندهم الطونسيو الطونسيو ضغط الدم يعني كيهبط لهم بزاف كيطيح لهم يعني ما يستعملوش الثومه بزاف ولا الا بغاو يستعملوا هذا الوصفه هذه يعني يستعملوا يعني يستعملوها ولكن مع المراقبه ديال التونسيو ديالهم لانها شويه الثومه عارفين انها كطيح التونسيو فان شاء الله هذه الوصفه راه رائعه رائعه البنات غير استعملوها حاولوا انكم تاخذوا هذه الوصفه هذه هاد يعني في الصباح يعني على الريق قبل ما تفطروا راه رائعه وزوينه صراحه للرحم وبصفة عامة هي رائعة يعني الجسم ديالنا فإن شاء الله كانت من فيديو اليوم او وصفة اليوم انها تكون ان شاء الله نالت الاعجاب ديالكم فما تنسونيش ما تنسونيش بلايك للفيديو الى عجبكم وكذلك تبرتاجيو القناة مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تنسوش البنات انكم تفعلوا يعني زر الجرس حاولوا انكم تفعلوا باش اي حاجه حدثت عندي في القناه ان شاء الله توصلكم وبسلام عليكم الى وصفه اخرى او فيديو اخر